بيحبها ازاي يا تونه؟ المصحف ده اللي خايفه منه، انا عارفه انك هتريحي وتخربي الدنيا. والختمه الشريفه ما هقول لحد صدقيني. الختمه دي اتحكي بيها على عيالك مش عليا. يا بيت هو انا خلفت غيرك؟ قولي قولي عشان خاطري. اهو ودي اهي. ماشي. شافها بتغني في سريع الهرم. هرم؟ يا لهوي. ابني بيحب رقاصه، ابني بيروح الكباريهات. طيب طب يا خالد لما تيجي ان معلمتك الادب بتعملي كده من اولها. طب والله ما اقول لك انا حاجه عشان قصه كبيره. خلاص يا بنت علي هنا كملي كملي يا بنت وحياه غلاوتك. صدقيني مش هقول لحد. مش هتصدقي غير في حاله واحده بس. ايه؟ هاتي مصحف واحلفي عليه. مصحف؟ اه وقولي اقسم بالله العظيم هجيب سيره خالد في اي حاجه. لا مش هحلف لها. لا تحلفي يا ماما. لا ماما احلفي يا ماما. صوتي مبحوح عشان صوت. طب مش قايله والله ما اقول حاجه يا بنت صدقيني هبقى. لا 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 لما اخف لما اخف هحلف والله ما اخف. قولي لي شافها ازاي او فين وجت هنا ليه؟ ما هو انت مش هتصدقي ان هو حبها من صوره. صوره؟ صوره ايه؟ عارفه اكاديميه الفنون اللي في الهرم؟ اه كانت عامله حفله موسيقيه من 3 شهور. اه كان فيها بقى صوره جنه وهي بتعزف على الفيولا. ايه؟ على ايه؟ كمانجا يا ماما ربابه يعني. يا عيني ربابه دي غلبانه. المهم هو شافها من هنا وقع في حبها من هنا. راح لها حفله والتانيه لحد ما غرق فيها. غرق فيها اللي هي الحفله كانت فين؟ في البحر؟ غرق في حبها يا ماما. حاضر. عارفه يا توتا؟ عارفه ده لو اتعمل فيلم مثلا كده وانا بقى هاخد دور جنه. وانا دور مين؟ هتاخدي دور خليني المتفرج ادفع واتفرج. حلو حلو قوي. انا جنه ماشي؟ انا بتفرج. هحبت شويه رياكشنات تكسر الدنيا. انا هكسر دماغك ان ما كملتيش. هكمل لك. نخش في الاكشن دلوقتي. اتفضلي. خالد راح لحبيبته عشان يشوفها تحت البيت. نزل لها تحت البيت. اه فابوها قفشه وافتكر ان هو بيعكسها. اه راح متصل بالبوليس وحبسه. يا لهوي ابني اتحبس؟ لا 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 اكلم سيد ابو الروس. ابو الروس مين يا ماما؟ ابو الروس مين يا حبيبتي؟ خلاص الموضوع فكس. اتفقس؟ اه طب ما هو اتفقس اهو ابوها شافه مش اتفقس. فكس يا ماما يعني انتهى. طب وابوها راح فين من الحكايه دي؟ ما هو خلاص اتاكد ان هو بريء خالص وخرج. اه نيجي بقى للحته الرومانسيه في الموضوع. ياريت. هي جات له هنا. ايوه عشان خاطر تعتزله. فايه بقى؟ فهنبدا القصه الرومانسيه اللي في الموضوع. هو الرومانسيه حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل كل حاجه وصايبه الواد. بتشجعيه يا بنت الرفضي؟ انا بنت الشهيد. شهيد ايه؟ وليله ايه؟ يحب بنت زوات وكمان تحبسه. يا ماما انت وعدتيني. وانت هبله وصدقتيني. هقول له يا فاتن ولما هيجي هديله فوق دماغه عشان يفوق من الخيبه المنيله اللي هو فيها. انا غلطان قلت لك على حاجه. ده انا هوريك. صبرك عليا. لا 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 ايه؟ انا مش عايز اسمع صوت خناق خالص. امال عايز ايه؟ انا عايز اسمع غنى. سلام. ورقص. ايوه. ومزيكا. حاضر. وصوت عصافير. سيو سيو سيو. الله اكبر عليكم. بحبكم كلكم. هو ليه راجع هاني شاكر في نفسه كده؟ يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم احضاني. ايوه يا حبيبي. تعالي يا تونه يا بنتي يا حياتي. احكي له واجيب لك جلطه عادي. مش قادر على فرحه قلبي. مش قادر ابدا يا حبايبي. مش قادر. ما دام شبع فرح نحزنه شويه بقى. نقول له تونة أنا بحبك أوي يا تونة. بحبك أوي 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 يا تونة. أحكي له أخليه يحبك أكتر. يا ماما نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.